نرحب فيكم مشاهدين قناة كويت سبورت في برنامج مع وليد كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر ونرحب في ضيفنا المميز اللاعب الكبير مدافع نادي القادسية ومنتخبنا الوطني كل عام وانتم بخير ابو عبد الله هلا وعلي هلا والله كابتن محمد بن بارك الله فيك سلمك ان شاء الله ايش تقول طبعا قبل لا نبدا بحوارنا احنا عندنا فقرات ابو عبد الله الفقره الاولى ذكريات عباره عن صور وفقره المواجهه والتشكيله المثالي بالنسبه لي ابو عبد الله بس إيه. قبل أن نبدي أجواء رمضان يوم كنت لاعب الفرق بين يوم كنت لاعب بعد الاعتزال شو الفرق بينهم أه بدايةً أحب أهني القيادة السياسية والشعب الكويتي الأصيل في شهر رمضان المبارك عسى الله يعود علينا آمين. وياكم على خير إن شاء الله أبو أه علي إحنا الرياضيين قد يكون رمضان لدينا إحنا الرياضيين بشكل مختلف وأنت أدرى في هذا الموضوع يعني أغلب أغلب الرياضيين فترة رمضان هذه يكونون كل وقتهم في النادي سواء لاعب او بعيد أو, عن او اداري، بعيد عن تقريبا اجواء رمضان، لان احنا ملتزمين دائما مع انديتنا في في شهر أه. رمضان المبارك، لكن طبعا فترة رمضان ايام ايام الطفوله هي طبعا هي افضل فترات أه. رمضان لان بالفعل لان لما كبرنا وصرنا لاعبين وصرنا اداريين او حتى اللي تجه للتحكيم، التقديم، أه. أي كان بالمجال الرياضي بشكل أه. عام اعتقد اختلفت عليه بشكل كبير اجواء رمضان. تكون مقيد يعني جده. بس يوم فتره الشباب وهذا انه تاخذ راحتك طبعا الجدول الجدول وصارت معك ابو عبد الله تلعب مباراه بالسكه وانت صغير ايه وعلى انت عطشان تشرب شوي يعني لا مو شويه وايد شوي <applause> 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 على مصايب بس بعد الاعتزال اعتقد ابو عبد الله يمكن اسرتك أه أه ارتاحت اكثر بوجودك طبعا اللي اكيد مرتاحين مم. اسرتك بيتك اهلك عيالك حتى 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 احنا احنا صار جونا مرتب منظم مم. اكثر يعني. اختلاف كبير يعني الصحيح. شتان بين كل الحالتين والله. عبد الله جاهز حق الصورة؟ أي تفضل على الشاشة اليمين نشوف الصورة الأولى يعلق عليها ابو عبد الله. طبيعي يكون حلو على أبوه. أكيد. إيه طبعاً <applause> بس ابو عبد الله أنت مو مطلع طلع نص وجهك إيه لا هي الصورة أوضح كانت أكبر من كذي. آه هذا اخر العنقود هذا ولدي علي الله يحفظه ان شاء الله اخر على. العنقود اي آه ما اقول اعز ما اقول اعز العيال بس قريب قريب علي حيل يعني. بس كل دايما كل واحد يصفه انا عندي خل البنات على صوب يعني معزه البنات طبعا عبد الله له وضع استثنائي عندي بس طلباته مجابه هذا شكل اه شكله علي طلباته مجابه هذا دي. هذا, دي. هذا على الاونلاين هذا يطرش على الواتساب <تصحيح> مسكين الولد <الـ تصحيح> الكبير او الوصاني يقولون عنه او حتى البنت الوسطانيه الشغل كله عليها يا يكون الكبير مدلل واخر العنقود طلباته مجابه اما الوسط مسكين بالفعل لذلك انا عندي ثلاث صبيان بنيان اللي بالنص بنيان ضايع بين عبد الله العود وبين علي اخر العنقود طبعا كلهم تحبهم بس اكيد في اخر العنقود غير هذا علي هذا علي اعتقد كان عمره سنتين وهذا كنا طالعين مخيم وكان شتاء جو بارد وشوفت عينك نايم وهو تعرف ابو حنون بالملعب مو حنون لا ما أسمح حق نفسي اساسا بالملعب اني اكون حنون ساعات لما كنا نروح معسكرات ايام المنتخب ربع علي مروي فهد كميل يعني فهد معي بالقرفه على طول يعني <applause> كل يوم صاحبك ما اعرف الملعب غير صح <applause> هذا الصح هذا ابو عبد الله انا بقول لك موقف أنا <applause> ما كنت محضر له بس من خلال حديثي معك اول ما صعدت فريق الاول نادي خيطان مباراه مع القادسيه ونجوم <applause> انتم يعني الكل وده يلعب امام القادسيه والعربي كون انه إن يمتلكون نجوم وجمهور سجلت فيها هدف وافتخر من اجمل اذكرك للحين فتحت فيها صدق ابو عبد الله بعد الهدف خفت <applause> <applause> منك <applause> ايه يعني هيبه ولما لاعب صغير يطوف مدافع كبير يعني انا خفت بعدها إن اخذ السلم كره واروح صوبك الله يحب المعلومه وانا اذكر الجول اللي فتحت فيه سبرنت على بس ابو عبد الله إيه؟ يعني المدافع لازم يكون شرس إيه؟ وانت شرس بالملعب طبعا تخرع ابو عبد الله شوف ابو علي على السريع هو احنا شنو نمتلك غير هالصفه هذه ايام قبل ايام قبل المدافع ما هو مطلوب نفس الحين فهمت. يمرر ويصنع إيه كره قبل مطلوب انك يقطع يقطع الكرة تقطع الكرة وتسلم هذا المهاجم بعد ما يك مره هانية. طبعا هذه هذه كانت بس هذه فهذا راس مالنا كان بس بعد الله ياك مهاجم مثلا طقه طق عشان مره ثانيه اذا كان مهاري في لاعبين في لاعبين يخافون يخافون بشار مثلا كان صالح المسند صار اي اي نهوس عليهم لازم ما شاء الله ناس ابو عبد الله نشوف صوره ثانيه يعلق عليها ابو عبد الله الله لا بعد قصه سبايكي راس المال راس المال هذه السبايكي طبعا لها قصه اي هذا هذا ولدي عبد الله عبد الله اي هذا المكان بالحضانه تدري احنا ما نودي روضه على طول حضانه لازم اول ولد لا صح الله عبد الله هذه الصوره في البيت كنت اتمنى ان عبد الله يعيش الاجواء الرياضيه، كنت اخذه معي معسكرات لما كنت مدير منتخب الاولمبي، عبد الله إيه عمره تقريبا اربع خمس سنوات تقريبا، كنت أخذ معي معسكرات إيه قطر نروح الامارات اي بطوله نشوف الاجواء كلها هذه كلها اخذه معي، فعبد الله كان يحب يوسف ناصر بهذاك الوقت يوسف ناصر ويوسف ناصر كان عنده قصه اللي هي هذه ما يسموها سبايكي سبايكي يوقف الشعر بالنص، فعبد الله كان يحب يوسف ناصر حيل sí. ولما كان صغير اوديه الصالون يقول لي سوي لي نفس يوسف قصة ناصر. يوسف ناصر هذا ايه ف... <applause> بس شعر عم عبد الله ظلمته أه. مع يوسف ناصر شعر طيب يروحون كلهم ياخذون من ابوهم علي <applause> ميول بالكره ولا عبد الله عبد الله حاليا لاعب نادي القادسيه تحت 15 سنه ما شاء الله و... ولاعب منتخب الكويت تحت 13 سنه وين مركزه الدفاع هو لاعب اساسي يعني هو اساسا كان نفس مركزك وليد يعني يلعب جناح يسار لاعب سريع ومهاري لكن اي لكن عندنا مدربين مثل طارق الخليفي شاف يمكن مركز ثاني. وفيصل العقيلي ايضا مدرب نادي القادسيه اختاروه مركز قلب الدفاع خاصه طارق ركز عليه بالمنتخب انه قلب الدفاع. طارق اي قلب الدفاع طارق كان عنده فكره تتناقض مع اللي انت من تقول عنه إن احنا المدافعين عندنا صحيح. الشراسه وبس. صحيح. طارق كان عنده فكره انه ابي قلب دفاع يبني هجمه. يبني هجمه باصه حلو ويشوت آه رغم انه هو رغم انه يعني. عبد الله قلب دفاع. اخذ جائزه افضل لاعب في الدوري سجل تقريبا تسع اهداف بالدوري يلعب باليسار ما يلعب باليمين اسماوي وعنده التسديد نفسه مساعد ندى التسديد الفاولات يعني هذه فأغلب اغلب إيه كرات, كرات موجوده ولكن في قلب الدفاع اي 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 ان شاء الله نشوفه الله يحفظه من شر الاصابات ونشوفه المنتخب الاول من افضل اللاعبين ان شاء الله عبد الله اكيد توجهاتك يعني ما يستغنى عنها عبد الله والله انا الامانه اتحاشى اروح للمباريات صدق قبل امهاتنا 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 يخافون علينا قبل احنا ما كنا مو هامنا انا الحين صرت ابو والله صعب علي ساعات اروح ما أشوف, أشوف, تشوف أخاف يعني اشوف اخاف اخاف اشوف اخاف تعور اخاف كذا يعني فتجيني الاخبار من اداريينا من لاعبينا بالانستغرام اشوف ساعات اعرف شنو مقدم عبد الله لكن لقيت الان سبحان الله اخاف اروح اخاف اروح اشوف اخاف يتعور قدام عيني عبد الله عشان شيء قلت لكم عبد الله داخل الملعب بس برا الملعب غير اي أيوة والله اخاف انه يتعور قدام عيني والله والله الله يحفظه ان شاء الله اصابات عبد الله شوف الصوره اللي وراها الله. هذا منه المولود هذه وانا اقول دائما أنه يعني احد الاسباب اللي تخليك فخور بنفسك انك تكون جد هذه بنت بنتي ساره الله جد ما شاء الله عبد الله اي هذه آه امنه آمنة. إيه امنه حق بنتي ساره آه هذه امنه بنت الدكتور ميثم العشيان نسيبي وافتخر بصداقتي للدكتور ميثم يد ومستانس فرق, فرق عن الابو طبعا أفضل اكثر اكثر وحبك للاحفاد اكثر ولينون قلبك اكثر يعني هالمقوله صحيحه ولد الولد اعزم الولد والله يعني كجد اي تقريبا بس يحنون قلبك الاحفاد يحنون قلبك اكثر بعد واسمها امنه امنه الله يحفظها ان شاء الله ابو عبد الله الله يحفظها ان شاء على فكره انا جايكم كنت قاعد معها في البيت انا حبيل. حاليا معك في الاستديو كنا قاعدين في البيت معها <applause> مع آمنة. إيه. الله يحفظها ان شاء الله وياك ان شاء الله اوه مجرمين ما مجرم. شاء الله شكرا كابتن هذول <applause> لازم اصلاحيه كلهم <applause> <applause> كلهم لاعبين انديه ها شوف مثلا في في الصوره في الصوره فارس سياف بالصف الواقفين اللي فوق اي نعم طارق البناي إيه؟ أه طبعا كريم سلمان على اليمين وطارق إيه؟ البناي فارس السياف أه فواز بخيت فواز بخيت اللبس إيه اللبس إيه الامارات اللي, اللي على يمينه خالد الجار الله إيه؟ حسين احمد لاعب السالميه وسام حسين فهد إيه؟ كميل أه منصور باشا شوف اللي قاعدين على اليسار منصور إيه؟ باشا وسام اللنقاوي وليد فليح أه محمد سعد انا اللي انا اللي على اليمين اخر واحد انت على اليمين اخر واحد اللي قاعدين اللي قاعدين يصعب اي اي مجموعه من اللاعبين يعني انا ذكرتهم تقريبا هم اللاعبين اللي كملوا ايه تقريبا ايه 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 طبعا حسين احمد اه لعب السالميه لاعب ولد عمي لا احسن مره لعبت معاه صار موقف قال لي لا تيسوبي لا اطير لك اليمين أيه بالمدرج اي أيه صح يعني يعني اللي باريكم بهالوقت بهالفريق هذا ما اعتقد راح يطلع كان فريقنا زين كان فريقنا زين فريق لكن ما حققنا نتائج مع الفريق هذا بس كان فريق فريق آه. زين آه. وفي بعض اسامي ما كانت موجوده يعني حتى بالصوره هذه بعض اللاعبين ما كانوا متواجدين مو طالعين يمكن هذه 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 كان تمرين لياقه كنا إن نتمرن الصبح اي آه. نعم بالحديقه اللي بالعديليه اللي مقابل الاتحاد الاتحاد الكويتي عبد على طار اللياقه تمرينكم قبل كان في كوبر تيست اي الان مو موجوده مع الكره الحديثه هذه هذا التمرين ايه؟ مو موجود كوبر تيست متعب متعب لكن متعب بالفعل لكن هو يعطيك يعطيك, يعطيك 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 قياس الفريق وين موجود يعني بدايه التمرين يعطيك قياس الفريق بشكل عام معا. وين موجود؟ نسبة اللياقة ايش كثر عنده مثلا معا. 10 20 30 على اساس يعرف الجهاز الاداري عفوا الجهاز الفني يعرف من وين صحيح. يبدي صحيح فالكوبرتست كان كان شيء روتيني يعني عبد الله يمكن انا من اسمع كوبرتست يعني نفسيا متعب أتعب. متعب لان تمارين ولا مرة مركز الاول إيه لان انا ما ابي حتى لو اقدر ما ابي إيه احنا دائما الخمسه اللي اخر شيء <تصحيح> صحيح نشوف صورة وراها عبد الله طبعا حسين الخضري اول واحد أحسن الخضري اول واحد ما إيه, شاء طبعاً الله إيه. طبعا إه. هني صوره اعتزال اعتقد ايه اعتزال فيصل الدخيل اعتزال فيصل الدخيل وهني ابو عبد الله توك شباب وانت للحين شباب بس هني إه. إيه. كم عمرك تتذكر؟ اي اعتزال فيصل الدخيل كان سنه 89 نعم عمره تقريبا 18 سنه, سنة. إيه. 18 سنه اي وعبد الله الجمهور كان بذاك الوقت طبعا فل مباراه الاسماء ليش صار فرق يعني مع ان السوشيال ميديا موجود والوسائل التواصل اكثر أه ولكن بالسابق انا اتكلم عن جمهور الكويتي كان يحضر مباريات كل مباريات يحضر انا الحين انا الحين لمست الامر هذا الجمهور الكويتي ما يحضر للاعب المعتزل ايا كان اسمك ايا كانت نجوميتك ما يحضر لك يحضر لاهميه المباراه انا اتكلم أه. بالفتره الاخيره ما اتكلم فتره أه. فيصل الدخيل أه. يحضر لاهميه المباراه ما يحضر لك انت منو؟ صحيح. انت شنو حققت؟ نجوم هذه الفتره الاخيره عندنا نجوم اعتزلوا مدرجات صحيح فاضيه فاضيه حتى المباريات حتى المباريات الوديه اللي احنا كنا نلعبها هذه القادسيه كان يحضر جمهور اكثر من مباريات رسميه اعتزال حق نجوم صحيح. في المنتخب صحيح. الجمهور يحضر لاهميه المباراه لكن طبعا نستثني منهم الجيل الذهبي اللي هذه هذه كانت اعتزال فيصل الدخيل كانت الاجواء مؤثره فيصل قول في المباراه الموسيقى اللي موجوده في الملعب مع مع صوت الجمهور مم. مع طريقه توديع فيصل حياتي. دخيل يعني بكينا في الملعب انا سالم ميرزا منو بعد الله العنش يعني تاثرت يعني تاثرنا حيل قعدنا لامين بعض ونبكي يعني صدق تاثرنا مم. باعتزال فيصل دخيل لان كان الاعتزال والاجواء كانت مؤثره مم. صراحه مم. نشوف صوره الاخيره ابو عبد الله هذا اعتقد المعسكر قريب قاعد يعني يعني اشوف عمر السومه فهد هدول احمد <applause> الفضلي ابو يوسف طبعا الحجام اي وفي معكم واحد ما منو؟ أه من معنا بالعلاقات العامه وهني اكيد باوروبا صح؟ لا هذه في الاردن في الاردن في الاردن هذه 2014 2014, 2014 كان كاس الاتحاد الاسيوي كاس الاتحاد الاسيوي اللي إيه؟ فيها النهائي لا مو اللي وصلنا فيها النهائي هذا طلعنا بعدين بدور طلعنا من الكويت اعتقد دور اه دور دور ستة, ستة أعتقد او دور الثمانية دور, دور طلعنا من نعم الكويت بس نعم. هذه كانت مباراتنا مع الفيصلي نعم. وتعادلنا في هذه المباراة نعم. الاردن دائما فالخير خير علينا احنا القادسية نعم. ولا مرة لعبنا مع فريق اردني في الاردن او فريق سوري نعم. الفرق السورية تنقل مبارياتها للاردن نعم. ولا مرة رحنا السور الاردن وطلعنا خسرانين كلها فايزين اذا أو مو فايزين بسوء الحوال متعادلين متعادلين إيه. وعبد وصلنا الى ختام فقره فقره الذكريات نروح فاصل ونرجع لكم. <متصفيق> <متصفيق> رجعنا لكم بعد الفاصل فقره المواجهه راح نشوف الان بالشاشه شخصين وراح يختار ابو عبد الله من الشخصين وشوف موقف او سؤال من الشخصين جاهز ابو عبد الله جاهز يلا شوف هذا طبعا أخترمنو. طبعا اثنينهم عزيزين اكيد لكن انا راح اتحاشى اتحاشى أحمد, <applause> احمد جاسم <تصفيق> 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 احمد جاسم احمد جاسم زاملته اكثر صحيح فعارف اكثر مطلع على امور فراح اختار فرج لان فرج ما شاف شيء شوفوا <applause> شهد مساكم الله بالخير تقبل الله طاعتكم ورمضان كريم للجميع ويعود عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. لما نقول محمد بنيان يعني الشراسه يعني القوه يعني الصلابه. محمد بنيان من المواقف اللي صارت معاي وصار بيني وبينه في احدى المعسكرات كنا بلندن وانا كنت لاعب صغير فتهم ضميني فمدافع منه كان؟ محمد يان فكانت الكره طويله بيني وبينه فكنت اسرع منه شوي فوصلت الخط فكنت اسمع صوت مثل جاكيت المطر اللي يتمرون فيه بالمطر فسمعت صوت لاعب براي صوت الصوت كان فمن سمعت هالصوت ما حد يلبس مطري صيف، عشتا، خريف الربيع ما حد يلبس الا محمد نيام فسمعت سمعت صوت عرفت انه محمد نيام فمن كثر خوفي منه لان ادري محمد نيام ما يعرف اخوه داخل الملعب فهددت الكره ووخرت هذه من احد المواقف طب قبل هذا الفلتر شوف شلون متغير فرج لهيب هذا فلتر اساسا ما عرفته ما عرفته. عيون كبار الفلاتر هذا بتسوونها لنا ولا <applause> ولا <لا> <applause> بس حق فرج لهيب بس مرشي. فرج فرج <applause> نفس الحادثه هذه تكلم عنها بشار عبد الله نعم قال مره قاعد اركض ورا الكره فيقول انا عارف وراي المدافعين كان اسامه <applause> ومحمد بنيان فيقول عرفت ان اللي وراي محمد بنيان لسبب تمارين منتخب يقول لانك كنت اسمع ضرب اللابتشين ببعض يقول يقول لا يقول عرفت ان ان بنيان <applause> لكن فرج لهيب المطري ليش المطري ابو عبد الله يعني أنا لغايه الان لقيت الان لغايه في رمضان حتى قبل رمضان إيه عاده؟ احب احب اني اتمرن في المطري أه حتى رياضه المشي اسويها في المطري كل في المطري لكن لا. فرج لهيب ما انت محلل اطالبك 20 دينار حسبي الله عليك. فرج لهيب <applause> 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 فرج لهيب واحد من المطاعم ان شاء الله يذكر يعني هو العادة هو وجه السؤال لكن يمكن من المواقف فرج لهيب مره انا موجود في مطعم فلقيت قبلي فرج لهيب لا. وصديق له قاعد فانا ومعي شخص فمن باب الكرم ولد صغير وحليو إيه؟ وصغير توه إيه؟ فقلنا بنشيل الحساب عنا يعني إيه؟ هذا العرف اللي موجود فرحت حاسبت انا حط بحسابي يعني حاط ببالي بحاسب خمسه راح احنا شخصين إيه؟ ومن شخصين كان إيه؟ يقول لي شيء و20 دينار شنو طالبين؟ شنو طالبين؟ قلت مو تبي الكابتن فرج قلت له بعد كابتن فرج ايه كابتن إيه؟ فرج يقول فرج والطاوله اللي وراه ترى ربعه بقى اه هي مجموعه سته دعت قاعدين ورا <applause> فشلت الليله كلها اللي موجودين طالبه بال20 بالفوائد بعد <applause> طبعا فرج خاف من يوم انت جيته شوف يعني ابو عبد الله كلامي ياكدونه ايه وهذا المطلوب طبعا من المدافع طبعا لكن ابو عبد الله هو مغاير برا الملعب انا قاعد اقول لك كره القدم قبل فاله. تغيرت قبل راس مالنا راس مالنا انك تكون فاله. انك تكون قوي شرس تقطع كرة وتسلم ما اقول لك انا واضح مع نفسي يعني انا ما اقول لك انا عندي امكانيه مساعد ما اقول لك عندي امكانيه نهير في التمرير والباص والمهاره هذا امر واقع هذه كره القدم قبل صح. الان تغيرت كره صح. تغيرت صح. القدم إيه؟ صح الاسلوب تغير إيه؟ اكيد ابو الله نشوف الفيديو الثاني تختار ماهر نزي وناصر العمران منو والله اثنينهم عزيزين علي لكن ونعم كابتن ناصر لكن أنا علاقتي بماهر الشمري مشاهد إيه؟ قويه يلا خلينا نسمع ماهر نسمع ماهر, ماهر. مساء الخير للجميع سؤالي لصديق العزيز محمد بن ايام بعبد الله هو سؤالين السؤال الاول صار خلاف بينه وبين الاعلام القطري ماجد الخلفي انا ما أعرف الخلاف ابي اعرف شلون انتهى الخلاف لاني اللي عرف ان انتهى بطريقه راقيه فيهمني ان الناس كلها تعرف شلون تنتهي الخلافات بين الاخوه الخليجيين بطريقه راقيه اما اذا تبي تقول تفاصيل الخلاف هذا شيء يرجع لك انت وليد الشغله الثانيه ابي اقول شيء وانت اشرح بعدين انا رايي ان بدون مكسرات احلى من المكسرات عاد انت اشرح حق الناس شنو يعني بدون مكسرات احلى من مكسرات تحياتي لكم بانتظار الاجابه مرسي بالخير مشاهد اول شيء السؤال الاول طبعا ماجد الخليفي كان اساسا ماجد الخليفي اعلامي قطري حصل مشاده كبيره بيني وبينه انا انتقدته في سبب ان كانت له تغريده يعني اساسا هو ماجد الخليفي نزل تغريده ردا على واحد من الاخوان الكويتي من ربع الكويتيين اللي قال له ان انتم منتخبكم كله اجانب وكذا فرد عليه ماجد الخليفي كالتالي بما ان احنا اجانب نعم لكن احنا حاشمين لاعبيننا وماخذين وضعهم الاجانب عندنا كالمواطن مو نفسكم بما معنى كذي يعني اثارتني الكلمه مم. هذه يعني انا انا شغلتين ما اتجاوز عنهم التقليل التقليل صحيح واستصقار نادي او بلدي صحيح القادسيه القادسيه ما هو فوق الخطوط انتقد القادسيه انتقد القادسيه اخطاء عندي انا انتقد القادسيه انا انتقد أه. القادسيه وكثير من القساويه يزعلون أه. علي لكن لا تستصغر القادسيه لا, لا تستصغر بلدي لا تقلل نعم. فصار مشاده بيني وبين ماجد الخليفي مشاده يعني كلام كبير ورديت حتى كتبت عليه في تويتر يعني م. نزلت تغريده بهذا الخصوص دارت الايام تكلم بعد تقريبا 10 سنوات بعد عشر سنوات أوه. مده طويله صار السنه اللي فاتت اني اروح أحل الكاس أي. الخليج وانديه وكاس اسمه وكأس العالم للانديه اللي في قطر نعم فواحده من الحلقات تفاجات وانا موجود نفس ما احنا واقفين الان ان الضيف الثاني اللي معي ماجد, ماجد الخليفي فيه. كان بالنسبه لي احراج يعني مم. بعد عشر سنوات بتواجه ويا الشخص اللي ما اعتذرت منه مم. ولا تواصلت وياه فحضر ماجد الخليفي انا طبعا كان جو متكهرب للامانه يعني المفاجاه المفاجاه بالفعل انسان يعني هذه هذه التربيه وهذه تفاجات ان اللي قاني واقف برا الاستديو عقب الحلقه الحلقه فقال لي قال لي كابتن عندك احد يوصلك ولا قلت له لا السياره موجوده وانا راح اروح خله اوديك خله اوصلك فكان في ود حتى اثناء الحلقه يعني في ود بال... بالاخير انا انحرجت يعني فكلمت خالد الفضلي خالد الفضلي كان موجود قناه كاس انا ذاك فقلت له أبي أجيكم كاس أبي أعتذر من ماجد الخليفي على اللي حصل حصل الاجتماع ورحت له في مقر البرنامج مقر لا. البرنامج نفسه الخيمة هناك رحنا واعتذرت منه فكان بالعكس ودود قال بالعكس انا الموضوع ناسي وانا اختلف مع يع... قال المحللين الموجودين داخل الخيمه يقول انا مختلف مع ثلاث ارباعهم فامر عادي اللي حصل امر طبيعي أيوه. فامر طبيعي ولله الحمد يعني انت آه وماجد خلص الخلاف بارك, بارك الله فيك وطلبت ان, إن, 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 أن انزل صوره يعني اصور وياه انزلها بالانستغرام عندي بالعكس ما, ما 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 رفض ونزلتها عندي بالانستغرام ولله الحمد لله الحمد لله علاقتنا احسن المكسرات ومكسرات بدون مكسرات المكسرات الله يسلمك انا دائما يجيني في البيت عندي في البيت عندي حديقه برا في البيت يجيني جمال مبارك أيه. بدر حجي وسام حسين أيه. وائل سليمان آه... الوافد الجديد ابو شهد فاحنا عندنا وائل سليمان يحب ام علي أيه. فأنا معيالي دايما تسوي ام علي بالمكسرات بكل شيء وائل يحب ام علي, علي. أي أيه. علي. جانا مره شهد إيه فقال انا ابي ام علي بس بدون مكسرات بدون مكسرات وي هذا سالفه طلباتكم مو <applause> يعني سوينا ثنتين هذول الصواني اثنين واحده بمكسرات و... واحده بدون مكسرات واحده هذا ياكل والله رضت يعني هذا ياكل بس اقول جمعة الربيع يعني دائم جزاهم الله خير نتجمع دائم اذا الاجواء بارده وايام شتاء يعني نتجمع أه. بشكل بشكل دائم يعني ابي سر مباراه لبنان ومدرب دوشان وسام حسين ايه هذه هذه المباراه ابو علي كانت كان هذه المباراه كانت مناسبه افتتاح ملعب بطرابلس قبل نهائي قبل نهائيات كاس اسيا 2000 نعم كانت مباراه وديه احنا منتخب الكويت ولبنان اي ومباراة اساسا اقيمت مناسبة افتتاح الملعب فانا راد من تقريبا خمس عمليات يعني خلال مسيرتي وكنت متردد اني اروح مع المنتخب اشارك لان الركب خلاص يعني بعد رحله امريكا الاخيره العمليه الاخيره خلاص يعني الدكتور حسيت ان خلاص ايه خلاص هو. خلاص فتم اختيار المنتخب فتحمست قلت لا خل اكمل كاس اسيا وبعدها وبعدها خلاص اوقف يعني فرحنا هناك دوشان حط التشكيله حطني مان تو انا حاسب نفسي ما اقدر يعني مان منو بعد؟ اي وسام حسين ساقط انا دشينا الملعب قلت له اسمع انت المساك قلت له قلت له انت المساك وخلني انا اللي ورا قال لي قال لي ما اقدر مع عبد الله المدرب ودوشان اسم كبير مو اسم مو مدرب ناشئ اسم كبير حزتين يعني. فقال لي لا ما اقدر قلت له والله ما امسك قال له صنع. هذا قلت له كيف؟ الحين انا انا صرت مو مساك الحين رديت ورا أيه. وسامه هم مو ماسك فالمهاجم شوي مسكن واحده على الصدر شوي شوي, شوي شوي واحده على الطاير <applause> شوي واحده بالهيد دور علينا قول, على قول على الشوط الاول المهاجم اللبناني فبين اكيد بالشوط طبعا نعم. بين الشوطين قال الكابتن تفضل أقعد اقعد احتياط آه. فدخل اعتقد نهير او جمال مبارك ماني متاكد آه. <applause> وخربنا المباراه وهذا المهاجم اللي, اللي تركناه قول علينا جولين قول جول بالشوط الاول اي بالشوط الاول قول جولين قول وسبحان الله لما رديت الكويت عرفت ان انا بعد هالمباراه هذه اني ما اقدر اكمل ما اقدر خلاص واحد تلعب كاس اسيا تلعب والسعوديه ويمكن كوريا واليابان وايران أكيد, اكيد 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 من العمليات لما رديت الله. تقريبا باسبوع قدمت كتاب عن طريق النادي للاتحاد للاعتذار المنتخب أي. الحمد لله على كل حال ولكن انت هم قدمت الكثير ابو عبد الله الله يطول وصلنا لنهايه فقره المواجهه فاصل ونرجع لكم حق التشكيله المثاليه <applause> رجعنا لكم حق التشكيله المثاليه الفقره انا هذه احبها يعني اشوف ردة فعل من الضيوف الكبار وعبد الله الرسم التكتيكي اللي تحبه انت لو مدرب تحب طريقه معينه او حتى كمشاهد شنو الطريقه المحببه حق ابو عبد الله وعشان نختار انا 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 احب طريقه 3 5 2 3 5 2 3 5 2 احب طريقه 3 5 2 احنا صحيح احنا مدافعين نعم. لكن اغلب المدافعين يحبون الكره الهجوميه يحبون ال... لكن انا بختار الطريقه التقليديه 4 4 2 4 4 2 إيه؟ نشوف اول شيء راح نبدا من الحراس تختار واحد كابتن احمد طرابلسي والله يرحمه الكابتن سمير سعيد كل الاسماء بتكون كذي إيه كلهم نجوم كلهم اسماء كبيره قدموا الكره الكويتيه ولكن انت لازم تختار اكيد مو تقليل للاخر لا طبعا, طبعا. لكن بالرسم التكتيكي احنا نقول 4 4 2 استحاله تقليل يعني استحاله بالعكس تحتار يعني اختار احمد طرابلسي احمد طرابلسي نشوف المدافعين ابو عبد الله اكيد راح تختار دام 4 4 2 راح تختار اربع مدافعين قول لي عاد منو باك يمين باك يسار ولا قلوب الدفاع محبوب جمعه نعيم سعد عبد الله معيوف وليد الجاسم في اسماء غير سته في اسماء لا بس هذول المعروضين بس يوسف الدوخي محمد ابن ايام زين أه راح اختار طبعا محبوب جمعه ايه قلبي الدفاع و... ويوسف الدوخي يوسف الدوخي والباكي مين والاظهره طبعا وليد الجاسم ونعيم سعد نعيم سعد هو تواضع من ابو عبد الله اسمه موجود ما اختار لا. اسمه مو تواضع ولكن كل انا الب... دا... انا دائما اقول في جيلي في جيلي انا في نهايه السلم ترتيبي بالتصنيف هذا أنا وجهه نظري يعني وجهه نظري بدون 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 مجاملات لا انا دائما اعترف في هذا الشيء هذا تواضع منك ولكن كل الضيوف الكبار واسماء كبيره يختارون محمد هذا الرجل تحسف عليه نعم اصاباته مبكره هذا كانت تحسف عليه إيه الاخلاق والمستوى من والفن تحسف اكيد عليه. بكل شيء يوسف الدوخي آه قلت لي الباكات وليد الجاسم وليد الجاسم ظهير ايسر ونعيم سعد ظهير الأيمن آه، آيمن. ويوسف الدوخ و... والاكيد محبوب جمعه اختيارات ابو عبد الله نشوف اللاعبين الوسط هم راح تختار اربعه لان أربعة 4 2 سعد الحوطي إصاب سكين فهد عنزي عبد الله بلوشي بدر حجي عبد الله برام تحتار وراها راح تحتار اكثر والله انا <بغو. تصفيق> ليش المشكله كان المفترض اختار اه أربعة اثنين <تصفيق> أربعة لا <applause> اثنين اثنين ستة اثنين ستة صح عندك اربع راح لك اختيار اربع أه، لاعبين وسط أه، سعد الحوطي سعد الحوطي وفهد العنزي فهد العنزي والاكيد بدر حجي عبد الله إبراهيم بدر حجي وعبد عبد الله يعني يعني إبراهيم حكم اني زاملت زاملت صحيح استحاله انك تستثني كل اللاعبين ونشوف الحين اللاعبين المهاجمين اللي راح تختار من السته اثنين شوف اذا احترت حط راح تحتار علم انا شوف المهاجمين جاسم يعقوب بدر مطوع فيصل صدقي علي مروي بشار عبد الله الله اكبر أجل. عليكم <تصفيق> <تصفيق> اكثر جزء يحتارون فيه كلهم طبعا ابو عبد الله انت تدري الحراسه واللاعبين الوسط والمهاجمين كلهم وفي غيرهم يعني في حلقات يعني يصير في تغيير اسماء ولكن كلهم اسماء كبيره والله بالفعل تحتار يعني تحتار والله, والله تحتار يعني الحين اختار بختار من الاثنين هذول من السته هذول الله يرضى يعني انت رضاهم خطتك رضاتك <applause> <applause> لو جاي مثلا اثنين اثنين سته <applause> واحد واحد بالمدافعين ولا الوسط نفس الشيء يعني طبعا جاسم يعقوب امر استثناء يعني احنا نتكلم عن السته هذولي المفترض طبعا جاسم يكون بحدة والبقيه الخمسه ما في احد ينكر مثلا بدر ولا مروي ولا عجب ولا بشار عبد الله لكن انا اعتقد ان جاسم وفيصل ما هو بسبب انه انجازات وبطولات. تعرف ساعة لما تكون في رمزية رمزية. صحيح, صحيح. رمزية اصبح رمز يعني. جاسم يعقوب رمز مو بس لاعب احنا ساعة نشاهد مباريات قد يكون جاسم يعقوب ما سجل فيها وساعة يكون ما قدم مستوى فيها. بس اسمه اصبح وجودة. جاسم رمز خلاص رمز نتكلم عن رمزية جاسم وفيصل دخيل رمزية ولا 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 تقليل من البقية. كلهم يعني يعني طبعا اكيد ما تشتغل كبيره تكلم عن انجازات بس اختيارك بدر يعني بشار انت بالنهايه بتفوز طبعا طبعا تختار لكن الانسب بالنسبه لك عدل طبعا جاسم والدخيل راح اختار جاسم نشوف حين المدربين عاد تختار مدرب مدربين المدربين الحلو اكيد انهم اجانب فما يزعلون ما حد يدري عنه تفضل كابتن محمد ابراهيم وما شاء الله انت ما تجامل عبد الله انا ادري اي لا تختار حق طريقتك طبعا محمد ابراهيم بس اقول شغلة على السريع محمد ابراهيم لما استلم عندنا في نادي القادسيه بعد رادان كنت اسمع اول ما استلمت الفريق محمد إبراهيم, ابراهيم كثير من الناس يطالبون فيه لكن عمل انا ما شفته ما شفت لما اشتغلت ويا محمد ابراهيم امر مذهل صراحه امر مذهل اللي تمر مع محمد ابراهيم يعرف ان كره القدم مدرب مو تمارين عاديه لكن انا اختار آآ آآ ما تشاء الله انا اختار تشاء الله بسبب انك لعبت اني ما... لعبت لعبت تحت قيادته يعني صح. وحققنا بطولات يعني اكثر من كاس اسيا اللي في الامارات وصلنا صح. يعني خطوه عن النهائي يعني خطوه احنا والامارات لو صح. الامارات نوصل النهائي يعني لكن محمد قيمه فنيه تدريبيه كبيره لكن أكيد. ما شاء الله بسبب انه عمل طفره يعني من الـ 96 لغايه تقريبا الـ 99 وحقق اكثر م. من بطوله في هالثلث هذا اختيارات كابتن محمد بنيان وعبد الله تسجل ليش مو حاط صورتك انت مع احنا نغير في نعم اسماء صح. كثيره تدري يعني الكره طلعت نجوم طبعاً ف وانا بعد ما بيحطوني وايد حاطين <applause> صوره صراحه عبد <بأبد> الله انا عبد <applause> الله شنو النادي العالمي اللي تشجعه وتتابعه حريص تتابع اللي حريص وأتابعه طبعا برشلونه برشلونه طبعا برشلونه انا انا اقل قلت لك مساء اغلب المدافعين اغلب المدافعين اغلب المدافعين ما ب... هذه الصفه ما بقولها عن ال... عن الباقيين بقولها عن نفسي اغلب المدافعين اللي ما يمتلكون مهاره التمرير والباص <applause> نستمتع بالكره الحلوه نستمتع بالكره الحلوه لان احنا قضينا عمرنا كله بسلايتات وقضينا العمر كله اصابات التحامات واصابات و... عمليات و... فنستانس لما صحيح. ليش لما ساعات تدري لما نلعب لما يصير لعب سكه تمنيت وانت ادرى انت ادرى تدري لما نلعب لعب سكه ما نلعب مدافعين نروح نلعب مهاجمين نبي نلعب نبي نحس بطعم الكره صحيح أجيال ب... كل اجيال المدافعين قد الهجوم صحيح. ما تقول ارجع يقول لك ما صحيح. تقول صحيح. تمنيت عبد الله ان الكره الحديثه على ايامك ان يبني هجمه المدافع ما كن قبل كان وايد التحامات صح الحين حتى حتى التحكيم حتى التحكيم التحكيم ما هو لا. شيء فاول. قبل يمشي الحكم يمشي عشان كذي الحين لما كبرنا ووعينا انا مستانس ان ولدي عبد الله يبني هجمه ولاعب هجمه ومهارته ويطوف صحيح. والفاولات وعنده الباص الطويل يعني. مستانس بهالشيء لان اصبحت كره القدم بالفعل صح. كره القدم متعه تب... انت تبي تحسها يعني يعني انا ش... شنو لما احضر مباراه مدافع لاعب لي 90 دقيقه بس ما انت ما. شنو بشوف منه؟ شنو بشوف يعني شوف الحين مدافعين هدافين تشوف مدافعين يا ابني يمرن ي... فانت تبي تستمتع بكره القدم احمد جاسم قول على ها آه؟ اي قول احنا بالقول ما ادري ما شلون ما صد هالقول هذا يقول عشان تكرم فريق عشان كذي شوفنا ميالين احنا المدافعين حق الكره الحلوه الحلوه إيه، فما راح تلاقي كره افضل من برشلونه. سؤال اي ولا تتوقع برشلونه هالموسم ياخذ الدوري نعم نعم ياخذ الدوري نعم تصريح من ابو عبد الله ياخذ الدوري برشلونه ياخذ الدوري نعم ابو عبد الله احنا وصلنا لختام الحلقه اذا لك كلمه إيه. اخيره قبل لا ننهي الحلقه. بارك الله فيك احب اشكرك ابو علي واشكر كل القائمين على البرنامج أه واخوي فهد لما لما كلمني قلت له, قلت له قلت له انا اعرف وليد علي واعرف شغل وليد علي. ما هو تقليدي ولا اللي قدمه وليد موجود في برنامج ثاني انا اتشرف في اني اكون ضيفك ل... ل... لثاني برنامج نعم وبالفعل فقرات حلوه وسريعه اتمنى الاخوه المشاهدين يستمتعون في هذه الحلقات بكل شكر انا احبك لله في لله بارك ولكن انا اتشرف باسم كبير ومدافع كبير قدم للكره الكويتيه مع نادي الغازي والمنتخب الوطني محمد بنيان يكون يعني ضيف في برنامج مع وليد يعطيك العافيه ابو الله فيك مشكور يا ابو شكرا الله يسلمك وصلنا لختام الحلقه وانتظرونا مع نجم كبير في حلقه قادمه في الله